حسين جمل المسؤول على قسم الإيجار في مصرف الزيتونة. الحقيقة احنا ذي اليوم عندنا ملتقى شهر الإيجارة من احسن الملتقيات اللي نعملوها في العام. الإيجارة سيتان برودوي فار بالنسبة لبنك الزيتونة. الإيجارة هي معناها بالتو سامبلومون كليون ينجم يختار البيان اللي يحب عليه، يتصل بي فرع من فروع بنك الزيتونة، احنا نجمو نشريو له البيان هذاك ونكريوه له، وبعد مدة اللوكاسيون يخلصنا في ان دينار. هذه لوبيراسيون معناها كيفاش تتعمل. احنا الحقيقة الإيجارة سيتان برودوي دابيل بالنسبة لمصرف الزيتونة، فما خدمة كبيرة تخدمت. اليوم حسننا في لي ديلي، اليوم قربنا اكثر بالريزو نتاعنا للكليونات، عندنا لافونتاج دو بروكسيميتي، عندنا لي من لي تاريف من احسن لي تاريف كومبيتيتيف اليوم في السيكتور. احنا اليوم اون بانك جون، عندنا لاغريسيفيتي كوميرسيال موجوده. اليوم عندنا ان برودوي فار معناها هو الايجار عقارات، نجمو نمشيو حتى الديوري 10 سنين افيك لو ميور تاريف اللي موجود. اليوم احنا عملنا ديليغاسيون دو بوفوار او نيفو دي ديريكسيون ريجيونال في الاجاره، واللي نجمو نحسنوا بها في لي ديلي، وان فيت نحسنوا بها في لا كاليتي دو سيرفيس. اليوم الحقيقه معناها احنا نو سوم اون بانك جون مي الي اكسبريمونتي، اون بانك اغريسيف. لي شيفروات نتاعنا تبارك الله، معناها عندنا ان ستوك اللي يوازي شطر ستوك اللي موجود في لي سوسيتي دو ليزينغ الكبار في البلاد. فما خدمه كبيره تعملت، وفما خدمه كبيره مازالت باش تتعمل. احنا بالملتقى هذا حبينا نستدعاو لي فورنيسور اللي هما من الفاعلين في عمليه الايجار. لي فورنيسور هما اللي عندهم لانفورماسيون، هما اللي نجم معاهم مع بعضنا نجمو نتعاونوا باش نعطيو كاليتي، اون بون كاليتي دو سيرفيس، باش نعرفوا لاباري كوميرسيال نتاع بنك الزيتونه بتو لي فورنيسور، باش نسهلوا لي بروسيس. الحقيقه احنا جربناها مرتين وهذه المره الثالثه وعطات لي فروي نتاعها. اليوم مصرف الزيتونه معناها خذات سمعه، صحيح مش قاعدين نحصلوا فيها بالكدا بالكدا، الشيفروات نتاعنا يتكلموا على رواحهم. ان شاء الله نكونوا في المستوى، وهذاك هو اللي مطلوب.